السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. جولة جديدة من جولاتنا إن شاء الله، هنكون موجودين في القاهرة الجديدة. إحنا حاليا موجودين في التجمع الخامس، هنتفرج على الخريطة ونشوف الدنيا على أرض الواقع. قدام مننا خريطة القاهرة الجديدة. عندي اللي باللون الأزرق ده الطريق الدائري القديم اللي بيفصل بين مدينة نصر والقاهرة الجديدة. عند طريق البمبا اللي فوق ده طريق السويس القاهرة. طريق البني اللي تحت ده طريق القطامية العين السخنة. الطريق الأصفر ده الطريق الدائري الأوسط اللي بيفصل بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة. قدام مني المستقبل سيتي ومدينتي. دي كده القاهرة الجديدة وأهم المحاور اللي فيها. عندي محورين رئيسيين في القاهرة الجديدة، محور 90 الجنوبي اللي باللون الأسود اللي قدام حضراتكم ده، ومحور 90 الشمالي. 90 الجنوبي اللي هو باللون الأسود ده جاي من الطريق الدائري القديم اللي باللون الأزرق واصل لحد الطريق الدائري الأوسطي اللي باللون الأصفر. عندي المحور عندي اللي باللون الأحمر ده محور 90 الشمالي. لو انت جاي من محور المشير بتخش على الطريق 90 الجنوبي، بعد كده في النفق، بتخش النفق بيوصلك من بعد كايرو فيستيفال مول لحد الطريق السويس. عندي محورين رئيسيين تانيين في القاهرة الجديدة. المحور اللي باللون الأخضر اللي في نص الشاشة ده محور محمد نجيب، جاي من شمال القاهرة الجديدة من طريق السويس واصل للجنوب لطريق القطامية العين السخنة، يعني بيقسم القاهرة الجديدة نصين. عندي محور جمال عبد الناصر اللي احنا بنشاور عليه ده محور جمال عبد الناصر جاي من طريق الدايرة. يبقى انا كده دي كده القاهرة الجديدة، دي اهم المحاور اللي فيها. طيب الناس بتسألنا ايه الفرق بين التجمع الخامس والتجمع الاول والتجمع الثالث. التجمع الخامس من محور جمال عبد الناصر اللي احنا بنشاور عليه ده باتجاه الشمال لمحور 90 الشمالي بالدايرة الصفرة دي، ده كده التجمع الخامس. التجمع الثالث من المحور جمال عبد الناصر واحنا نازلين في الجنوب لحد طريق القطامية العين السخن. طب التجمع الاول من طريق السويس لحد طريق المحور 90 الشمالي، ده كده الفرق بين الثلاث تجمعات. يبقى انا عندي التجمع الاول والتجمع الخامس والتجمع الثالث. انا دلوقتي جيت من محور مشير، عديت الطريق الدائري ودخلت محور 90 الجنوبي. على ايد الشمال ده النفق اللي بيودي على محور 90 الشمالي، على ايد اليمين منطقة الشويفات اللي قدامكم دي، على ايد اليمين منطقة الشويفات، وده النفق اللي بيودي على محور 90 الجنوبي الشمالي. الكوبري اللي في الطريق ده قدامكم ده بيفصل بين منطقة الشويفات، الشارع الفاصل بين منطقة الشويفات والحي الاول في التجمع. الطريق اللبني اللي قدام حضراتكم ده محور المشير، ده اللي باللون الازرق ده الطريق الدائري، ده كده 90 الجنوب اللي باللون الاسود، دي منطقة الشويفات، دي بعد كده منطقة التجمع احياء التجمع خمسة، دي كده منطقة كايرو فيستيفال مول، ده كده 90 الشمالي، ودي المنطقة اللي بين 90 الشمالي والمنطقة اللي بين 90 الجنوبي، دي كلها منطقة شركات. دي كده منطقة الليك فيو. عندي استاد بتروسبورت، ده كده استاد بتروسبورت الموجود زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده قدامكم. كده احنا قصاد الحي الاول في التجمع. اللي السور الازرق الصاج اللي قدامنا ده خط مسار المونوريل، كنا عملنا حلقه قبل كده عنه، يا ريت الناس بتتفرج عليها. ده المونوريل اللي جاي من محور المشير من مدينه نصر ورايح على العاصمه الاداريه الجديده، ده المسار بتاعه. ده احنا كده موجودين في التجمع الخامس، ماشيين في التجمع الخامس، كل ده من منطقه التجمع الخامس زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. دلوقتي على ايدينا الشمال هيبقى المستشفى التخصصي الجوي، ده على ايدينا الشمال مستشفى الجوي التخصصي، ده هيبقى فيه محطة للمونوريل هنا برضه، هيبقى في المنطقة اللي احنا قصادنا دي.
ده المستشفى الجوي التخصصي. كل المنطقة اللي احنا على ايدينا اليمين دي منطقة الحي الثاني في التجمع الخامس. كل المنطقة اللي احنا ماشيين على ايدينا اليمين دي كده منطقة الحي الثاني في التجمع الخامس. كده احنا ماشيين قصاد منطقة النرجس. طبعا منطقة النرجس 8 احياء، منطقة النرجس 8 احياء احنا ماشيين قصاد منهم دلوقتي. بعد النرجس هيكون في محور محمد نجيب. زي ما قلنا لكم محور محمد نجيب ده بيقاطع التجمع الخامس من الشمال للجنوب، جاي من طريق السويس واصل لحد طريق العين السخنة القطامية. وحاليا هم عملوا عليه السوق بتاع السيارات، نقلوه هناك سوق السيارات بعد ما كان في مدينة نصر، نقلوه في نهاية التجمع في نهاية القاهرة الجديدة على محور محمد نجيب. اللي هو اللي قدامنا ده محور محمد نجيب، لو احنا طلعنا من هنا وخدنا الطريق مباشرة على ايدنا اليمين كده ده يوصلنا طريق القطامية العين السخنة، في نهايته هناك هيعملوا سوق السيارات. ده كده محور محمد نجيب اللي احنا كنا عاملينه باللون الاخضر في بداية الفيديو. نرجع تاني لخريطة القاهرة الجديدة. دي المنطقة اللي احنا كنا ماشيين فيها دلوقتي. دلوقتي احنا عند منطقة النرجس اهو، دي منطقة النرجس 8 احياء، دول 8 احياء في منطقة النرجس. ده المنطقة اللي احنا كنا ماشيين عندها، احنا دلوقتي جايبينها على الخريطة. بعدها اللي باللون الاخضر ده محور محمد نجيب. بعد محور محمد نجيب منطقة المستثمرين الجنوبية، ده محور محمد نجيب اللي باللون الاخضر كنا بنتكلم عنه. بعد منه منطقة المستثمرين الجنوبية اللي احنا بنشار عليها دي. ده كده محور جمال عبد الناصر وبداية التجمع الثالث، منطقة أبو الهول أو جاردينيا هايتس. دي الغابة المتحجرة، دي المنطقة الصناعية في التجمع الثالث على طريق القطامية العين السخنة مباشرة، ودي منطقة دار مصر. طبعا مش هقدر ألف في المناطق دي كلها، فأنا إيه على قد ما أقدر بحاول أصور وأنا ماشي، ولو في حاجة مش عارف أصورها بوضحها على الخريطة. دي طبعا الجامعة الأمريكية على محور 90 الجنوبي، دي الجامعة الأمريكية فرع التجمع الخامس، حاجة محترمة جدا. وبعد منها في كومباوند تابع لشركة سودك على نفس المحور، دي منطقة اللوتس اللي قدام حضراتكم دي، دي منطقة اللوتس. وطبعا دي منطقة النوادي، دي كده منطقة النوادي. المنطقة دي كلها كده خاصة بالنوادي. دي منطقة اللوتس اللي بين المحور الجنوبي والتسعين الجنوبي والتسعين الشمالي، دي كومباوند تابع لشركة سودك، وده كومباوند تابع لشركة إعمار. عندي هنا الأندلس 1 و2، ده كده كومباوند هايت بارك، وده كومباوند سكوير تابع لشركة صبور، ده كومباوند درة الكرز. ده كده مباشر على الهايت بارك مباشرة على موجود على التسعين على الطريق الدائري الأوسطي. ده كده التسعين الشمالي اللي باللون الأحمر ده وصل لطريق السويس. طبعا دي الأكاديمية الشرطة، دي منطقة أكاديمية الشرطة، تحت منها منطقة جنوب الأكاديمية ومنطقة شرق الأكاديمية ومنطقة الياسمين. دي منطقة البنفسج ومنطقة المستثمرين الشمالية، ودي منطقة الرحاب، دي مدينة الرحاب اهي، طبعا كلنا مكان معروف يعني مدينة الرحاب، وده امتداد الرحاب. منطقة دار مصر ومنطقة القرنفل.
دلوقتي احنا قدامنا على ايدنا اليمين دي منطقة الجامعة الامريكية، دي كده الجامعة الامريكية. ده بورت نيو كايرو، كل دي منطقة الجامعة الامريكية اللي على ايدينا اليمين اللي قدامنا دي. احنا كده لازلنا ماشيين على محور التسعين الجنوب، كل ده احنا ماشيين على 90 الجنوب، دي الجامعة الامريكية اهي. طبعا قصاد مننا او عديناها الفيوتشر يونيفرسيتي، ده هنا اعمار، شركة اعمار، كومباوند تابع لشركة اعمار. هيبقى في محطة هنا بنفس الاسم، محطة خاصة هنا على ايدينا الشمال، محطة اعمار. زي ما قلتلكم اللي باللون الازرق اللي على ايدينا الشمال ده كله، ده المسار بتاع المونوريل اللي رايح العاصمة الادارية الجديدة. ده كده الدوار بتاع النوادي، وصلنا منطقة النوادي. كل دي منطقة النوادي، من هنا كده بقينا ماشيين على محور بن زايد. هنوريكم في الصورة دلوقتي، ده كده محور بن زايد. محور بن زايد ده بيوصلنا على طول للعاصمة الإدارية الجديدة. احنا كده ماشيين، الاتجاه اللي احنا ماشيين عليه ده بيوصلنا على طول للعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا احنا في المنطقة اللي احنا داخلين عليها دي هيكون على ايدينا الشمال منطقة بيت الوطن، 8 أحياء. الطريق اللي على ايدينا اليمين دي، ده بيودي على هايت بارك وذا سكوير ودرة الكرز اللي احنا لسه شايفينهم في الصورة دي، محطة البروة. وعلى ايدينا الشمال كده منطقة بيت الوطن، يعني على ايدينا الشمال كده منطقة بيت الوطن، يعني على ايدينا الشمال كل المنطقة دي بمنطقة بيت الوطن، 8 أحياء الخاصة ببيت الوطن. وانت جاي من طريق السويس بتعدي عليهم، دي منطقة بيت الوطن اهي على ايدينا الشمال. ده احنا دلوقتي ماشيين على محور بن زايد. قدام مننا على طول بقى العاصمة الإدارية الجديدة، قدام مننا مباشرة كده العاصمة الإدارية الجديدة. ده على ايدينا الشمال الكومباوند اسمه الباتيو، تابع شركة لافيستا. طبعا لافيستا لها كومباوند تاني في العاصمة الإدارية الجديدة قصاد مسجد الفتاح العليم. بدأ يظهر قدام مننا مسجد الفتاح العليم قدام مننا اهو، ده كده كومباوند الباتيو تابع لشركة لافيستا. مسجد الفتاح العليم قدام مننا في الصورة كده. احنا جبنا آخر القاهرة الجديدة، وصلنا للطريق الدائري الأوسطي اللي بيفصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وبين القاهرة الجديدة. قدام مننا مباشرة ده كده اللي على التريل اللي هتمشي عليه، ده الطريق الدائري الأوسطي قصاد مننا مسجد الفتاح العليم والعاصمة الإدارية الجديدة. قدام حضراتكم ده كومباوند سيتي جيت التابع لشركة ديار القطرية. ده كان حصل عليه مشكلة بعد الثورة مباشرة وتوقف في العمل شوية. قدام منه على طول الحي الثامن والسادس، في منطقة بيت الوطن اللي باللون اللبني دي، دي منطقة بيت الوطن. عندي هم 8 أحياء، دي كده العاصمة الإدارية الجديدة. مسجد الفتاح العليم مباشرة قصاد منه، ده كده مسجد الفتاح العليم. الطريق الأصفر ده كده محور بن زايد، والطريق الأصفر ده الطريق الدائري الأوسطي، ده كده كومباوند الباتيو لسه مش شايفينه دلوقتي في الفيديو. ده كده الحي الثامن والحي السادس بعد منه مباشرة. الطريق الأخضر اللي في النص ده محور بن زايد
دي كده منطقة خدمات في النص، ده الحي الأول التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع، ده كده السابع التامن السادس، ده كده منطقة بيت الوطن. بصراحة موقعها ممتاز، نبقى نعمل فيديو إن شاء الله مخصوص ليها بإذن الله تعالى. إن شاء الله نبقى نعمل فيديو مخصوص. ده كده الطريق بتاع النوادي هنا كده، ده سيتي جيت، ده كده المنطقة اللي فيها النادي الأهلي قصاد الحي الرابع والحي السادس أهي، ده كده منطقة النادي الأهلي قصاد الحي السادس والحي السابع، الحي السادس والرابع، فوق منها مباشرة نادي الشرطة، نادي الشرطة قصاد الحي الرابع والحي السادس. ده كده كانت، ده كده بالم هيلز وماونتن فيو، ده على الطريق الدائري الأوسط مباشرة برضو، ماونتن فيو بالم هيلز، ده على الطريق الدائري الأوسط مباشرة. دي كانت فكرة سريعة وفيديو سريع كده جدا عن القاهرة الجديدة، في ناس كتيرة كانت كلمتنا عنها، فاحنا حاولنا نشرح على قد ما نقدر وعلى قد استطاعتنا ان احنا نتكلم عن القاهرة الجديدة. ياريت يكون فيديو كويس.